يعني تطوير الوسائل وكذلك التطور من ناحيه ليفوليسيون في البحث العلمي. ان شاء الله نتمنى لكم دائما ان شاء الله الاستمرار والتالق في هذا. مستشفى سبدو راه غني عن التعريف، لا سيما في تنظيم هذه الدورات التكوينيه والايام الدراسيه. في كل مره رانا نشاركه في هذه الايام وفي الايام الدراسيه والدورات التكوينيه وحتى المبادرات اللي راه يديرها بمناسبات الوطنيه والاعياد الدينيه وفي كل في اطار تفعيل البرنامج السنوي الخاص بخلية التكوين المتواصل للمؤسسة، ارتئينا إحياء نوفمبر الأزرق الخاص بمختلف الأمراض والأيام العالمية والوطنية. في هذا اليوم 29 نوفمبر 2021 ارتئينا إحياء اليوم العالمي لسرطان البروستات وعرض مختلف الجديد فيما يخص التكفل الطبي، التكفل الجراحي بهذا المرض على مستوى المؤسسة. هذا كله يصب في التكفل الجيد للمريض خاصة بعد وضع حيز الخدمة مصلحة. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.